الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين عند باب التيمم، وعند قوله باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. يقول الإمام النفراوي: وحكمة مشروعيته أي التيمم إدراك الصلاة في وقتها. قلنا فضيلة الصلاة في وقتها يعني يجب يعني إيقاع الصلاة في الأوقات المحددة لها، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها. ولذلك الإمام مالك يعني بدأ يعني كتابه الموطأ بماذا؟ بكتاب وقوت الصلاة. ها نعم. دل على مشروعيته أي التيمم الكتاب يعني القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا صعيد يعني ما صعد على وجه الأرض أن يكون طيبا، أن يكون يعني طاهرا. نعم. وأما السنة فما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس يعني على باقي الأمم بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. يبقى هذه يعني أمور اختصت بها الأمة المحمدية لم تكن في الشرائع السابقة، اللي هي الصفوف في الصلاة، وأن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا وكلها مسجدا، وجعلت تربتها إيه طهورا. محل الشاهد في الحديث هنا ماذا؟ وجعلت تربتها طهورا. نعم. وغير ذلك من الأحاديث، يعني في أحاديث أخرى كثيرة تفيد جواز التيمم. وأما الإجماع فقال ابن عمر الإجماع يوسف بن عمر: الإجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، فمن جحده أو شك فيه فهو كافر. وهذا فرع يعني هذا لماذا؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة، التيمم أصبح في هذه الأمة معلومة من الدين بالضرورة، فمنكره كافر. لا، ابن عمر اللي هو يوسف بن عمر الفاسي اللي شارح ابن عبد البر أبو عمر، ليس ابن عبد البر هنا. طيب، طبعا وقد يناقش في يعني في بعض الادعاءات هذه الإجماعات، قد يقال لا لا يعني التيمم ليس ظهوره كظهور الصلاة أو ظهور الوضوء، فهو أقل درجة، فقد يقال يعني يفسق يعني لا يصل إلى الكفر، أحيانا يناقش في ذلك، لأنهم قسموا إنكار المسائل الفقهية والأحكام الشرعية يعني على أقسام، منه
ما يكفر منكره وفيما يفسق، والكفر فيما يكفر باتفاق وفيما يكفر على الراجح، وكذلك تفسيق المنكر أيضا أحيانا يكون على المشهور وعلى الراجح، يعني في الأمر يحتمل، يعني ليس كلام قطعي هذا. والمشهور أنه رخصة لا عزيمة، التيمم هذا رخصة، وقلنا إحنا الرخصة هي إيه؟ ما شرع على خلاف الدليل لعذر، وتكلموا عليه. والإمام الشاطبي يعني ذكر كلام نفيس جدا في الموافقات فيما يخص الرخصة بالذات في كتاب الأحكام، اقرأوه هناك. قال: والمشهور أنه رخصة لا عزيمة، ولا يقال الرخصة يكون الشخص فيها متمكنا من فعل الحكم الأصلي، يعني فينتقل عنه إلى البدل مع تمكنه من فعل الأصلي الحكم الأصلي، يعني هذه هي الرخصة أو هذه هي ميزة الرخصة أو صفة الرخصة. فقال: لا، لا يقال هذا. ولا كذلك هنا، فإنه قد لا يتمكن، كمن فقد الماء، فقد الماء هذا لا يتصور فيه أنه متمكن من الحكم الأصلي الوضوء لأنه فاقد الماء، فإذا هو ليس أمامه إلا إيه؟ إلا البدل التيمم. فهل يعني ما، ومع أن الشيخ ذكر أن هذه رخصة، إذا هي باقية على الرخصة وليست عزيمة حتى وإن لم إيه يكون عنده يعني اسمه غير متمكن من فعل الحكم الأصلي اللي هو الوضوء. الوضوء إيش الآن لو نتكلم عن التيمم؟ نعم، أيوة نعم، أيوة نعم، مع تمكنه مع يعني مسعى الخفين يتمكن من غسلهما. نعم، يعني هو نفس الكلام، جميع الرخص كذلك، زي المسافر يصلي ركعتين يستطيع أن يصلي أربع، لكن هي شرعت للتخفيف. طيب، لأننا نقول الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك، هكذا قال بعض العلماء، هم الذين قالوا أنه قد تنتهي الرخصة إلى الوجوب. ونازع في ذلك ابن جماعة قائلا، ابن جماعة التونسي هذا الإمام، غير ابن جماعة الشافعي صاحب المناسك، أو هو هذا، فهذا أمر آخر غيره. ابن جماعة التونسي هذا له كتاب مسائل لابن جماعة، اشتهرت بمسائل ابن جماعة في المذهب عندنا في المذهب المالكي، وسبب تأليفه هذا الكتاب أنه سئل أن يكتب لهم كتابا في التصوف في الزهد وفي السلوك، فكتب لهم كتابا في البيوع، طلبوا منه أن يكتب لهم كتاب في التصوف والسلوك والأدب، فكتب لهم كتابا في البيوع وقال: هذا مطلوبكم. يعني ففيه إشارة إلى أن الفهم التصوف وهذه الأمور والسلوك أعمق وأوسع مما يتصور الإنسان، المعاملة مع الغير، نعم الدين معاملة. فيعني ابن جماعة نظر إلى نظر واسع جدا، فتكلم في هذا الكتاب على مسائل البيوع اللي هي المعاملة بين البشر فقط، معاملتك مع البشر هي البيوع ومسائل الصرف وغير المسائل المهمة اللي يحتاجها المرء. وشرح هذا الكتاب الإمام القباب أحمد بن قاسم القباب الجذامي، هذا الإمام الكبير أحد أعمدة المذهب في الأندلس، فكتب كتابا يعني شرح على هذا الكتاب، يعد أنفس من شرح هذا الكتاب، وإن كان هذه ابن جماعة البيوع هذه نظمها غيرهم، الشيخ تلمساني السنوسي أبو زيد نظم هذا وشرحه، وشرح هذا النظم، جعل المسائل ابن جماعة نظما ثم شرحه شرحا أيضا موسعا لا بأس به. طيب، إذن نازع في ذلك ابن جماعة، ابن جماعة يقول أنه إيه، لا، إذا وصلت إلى المحل الوجوب يختلف الأمر، لا تبقى رخصة. طيب ننظر في كلامه قائلا: إن قول من قال إن الرخصة قد تنتهي للوجوب غير مسلم، لا، الرخصة لا تنتهي للوجوب في نظر ابن جماعة، لأنها إذا انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة،
خلاص يعني لا يخير مر في فعلها أو في الترخص فيها، لا لابد أن يفعلها. وزال عنها اسم الرخصة، وإن كان في الأصل هي رخصة، لكن عندما لم يكن متمكنا من فعل الحكم الأصلي صارت عزيمة، تغيرت. إذن الرخصة ليست يعني هي الفعل، وإنما هي الحالة نفسها. يعني الحالة الآن حالة التيمم، هنا الحالة هنا عند فقد الماء تعتبر عزيمة ليست رخصة، عند وجود الماء ولكن يعجز عن إيه عن استعماله أو نحو ذلك، فهذه تعتبر رخصة. نعم. طيب، وزال عنها اسم الرخصة، فالحق أنه عزيمة في حق العادم للماء بخلاف من يجد الماء ولا يقدر على استعماله لحصول مشقة فادحة تسوغ له التيمم. طيب، ألا يقال أنه هذا يعني العاجز كالعادم، يعني هو يعني لا يستطيع أن يستعمله، يعني حتى وإن كان معه ذلك الماء لكن يعجز عن استعماله المشقة، نعم، المرض لغيره، أو يعني مرض لا يستطيع أن من يناوله الماء أو نحو ذلك مما سيأتي من الصور. عادم حكما، هو هذا عادم حكم، ولكن ليس عادم حقيقة. يعني طيب، وهل النظر هنا المراد يعني لا يعني المراد ابن جماعة مقصوده أنه أن يكون عادم حقيقة لا حكما؟ هو هذا ظاهر كلام ابن جماعة، أن يكون عادما حقيقة بأن لا يجد الماء، بأن يفقد الماء، لا يوجد الماء. أما إن وجده وكان غير قادر على استعماله فتبقى رخصة. واضح الكلام؟ هذا في نظر ابن جماعة. طيب، ثم قال بخلاف من يجد الماء ولا يقدر على استعماله لحصول مشقة، نعم، فادحة تسوغ له التيمم، فإنه رخصة في حقه لتمكنه من فعل الأصل في الجملة. في الجملة يستطيع أن يفعله. شوف، في عبارة في الجملة هي اللي يعني حلت الإشكال. في الجملة يستطيع أن يفعله، لكن لمرضه يعني منع من استعماله. واضح الكلام؟ لكن يعني هو لكن في صورة فاقد الماء هذا لا في الجملة ولا في التفصيل، ما فيش، لا يستطيع استعمال الماء مطلقا. نعم. طيب، ثم قال وبهذا علم الفرق بين الرخصة والعزيمة. وهذا أيضا كلام مهم، هذا انتبهوا له في تحديد معنى الرخصة من العزيمة، وانظر كيف يعني ليس دائما التيمم رخصة، في بعض حالاته يكون عزيمة. هذا معنى كلام الجماعة وأقره الشيخ ولم يتعقبه الشيخ نفراوي. طيب، ثم قال الإمام النفراوي وهو من خصائص هذه الأمة، تيمم من خصائص هذه الأمة، لأن يعني يشير إليه الحديث الماضي، كنا أخذنا حديث وجعلت تربتها طهورا، يعني استدل به على جواز التيمم، واستدل به على ماذا؟ على أنه من خصائص الأمة، وجعلت لنا، فضلنا على الناس، وكان ذلك يعني فيها، هذه فيها تفضيل، يعني دليل على تفضيل هذه الأمة بمثل هذه الأمور الثلاثة. طيب، إذن وهو من خصائص يعني التيمم هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كانت لا تصلي إلا بالوضوء، كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن مخصوصة يعينونها للصلاة ويسمونها بيعا وكنائس وصوامع. أما الأمة المحمدية تصلي كما ورد في الحديث أيضا هذا وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، فأنت في أي محل طاهر يعني إذا أدركتك الصلاة تصلي فيه، ما دام طاهر يعني لا يوجد فيه موانع تصلي فيه. هذا الحديث هو فضلنا على الناس بثلاث، ما هو فضلنا على الناس بثلاث وفضل نحن وجعلت تربتها طهورا. طيب، يعني حيتوضأ بماذا إذن؟ لم يكن إلا الماء فيما سبق. لا 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 كان بوضوء،
هذا. لكن الوضوء ما هو؟ غسل وجه اليدين أو الاكتفاء بغسل اليدين فقط؟ يعني الله أعلم الكيفية، لا أعرفها، لكن كانوا مطالبين بالوضوء. يعني هذا الدليل، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الأحاديث وكتب التفسير، فالكلام يكون فيها موسع النظر في الأدلة في كتب أخرى. طيب، ثم قال الشيخ هنا إذن: ومن عدم منهم الماء أو غاب عن محل صلاته يدع الصلاة حتى يجد الماء أو يعود إلى مصلاه. ومن عدم منهم الماء، ممن؟ من الأمم السابقة. أو غاب عن محل صلاته، يعني ليس غير متواجد في هذه البيع أو الصوامع أو الكنائس، يدع الصلاة يعني حتى يجد الماء، هذه راجعة للصورة الأولى، عدم منهم الماء، أو يعود إلى مصلاه اللي هي راجعة للصورة الثانية على طريقة اللف والنشر المرتب. وكالصلاة على الجنائز، وكالصلاة على الجنائز على الهيئة المعروفة اللي هي التكبيرات الأربع هذه، وقسم الغنائم والوصية بالثلث، تقسيم الغنائم بهذا الشكل وقصر الوصية على الثلث، ولا يجوز أن يتعداها المرء إلا بإذن من الورثة، والسواك والسحور وتعجيل الفطر، يعني عندهم سحور يبدو هكذا، أو أنه يعني خصائص، نعم إذن هذه من الخصائص، وتعجيل الفطر، يبقى عندهم فطر، لكن إيه إحنا عندنا التعجيل، لا التعجيل هو من الخصائص، نعم. والأكل والشرب والوطئ ليلا، نعم في رمضان بالنسبة للصائم، ولو بعد النوم، يعني كأنه كان عندهم إذا يعني إذا نام الإنسان وأي نعم. طيب يعني إذا كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، يعني بالنوم يعني ينقطع إيه الأكل والشرب والوط. وسؤال الملكين، سؤال الملكين من خصائص هذه الأمة على قول، طبعا في كلام على أساس أنه إيه لا يسأل كل الناس بما فيهم الكفار أيضا. والغسل من الجنابة، يعني أيضا هذا من خصائص الأمة. إذن الشيخ ذكرها لاستطرادا لجمع النظائر بعضها مع بعض، وهذه فائدة أيضا. طيب، وإنما كان يفعل بعض المذكورات الأنبياء لا أممها. شوف يعني قد لا يكون شرع هذه الأمور، قد لا يكون يعني الخصائص هذه، الخصائص الأمة هذه، قد يعني يكون فعلها أو يفعلها بعض الأنبياء، لكن ليس المطالب بذلك إيه الأمم نفسها، نعم. واعلم أولا أن التيمم له فرائض وسنن وفضائل، والمصنف رحمه الله تعالى إنما يهتم ببيان الصفة دون متعلقاتها، ونحن نذكر ذلك بفضل الله فنقول. الشيخ سيذكر الآن الفرائض والسنن والفضائل تيمم. أما ابن أبي زيد فبيذكر طريقة التيمم كيف الصفة، لكن الشيخ يميز في هذه في فعل أفعال أو صفة التيمم ما يجب منه وما يسن وما يكون فضيلة أو يستحب. قال فنقول: فأما فرائضه فستة: النية، وتكون عند وضع يديه على الأرض يعني على الصعيد، فإن تقدمت النية على وضع اليدين على الصعيد أو الحجر، يعني بما في ذلك الحجر، فإن تقدمت ولو يسيرا أو تأخرت عن الشروع فيه مطلقا لم يصح تيممه. طيب،
التقدم قلنا احنا في الوضوء هناك يجوز اليسير خلاف الكثير، لكن هنا قال ولو يسيرا. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة، فلا بد أن تتقوى بإيه؟ بمقارنة النية لها بهذه الطهارة. والصعيد الطاهر، هذا الأمر الثاني. والضربة الأولى التي سيفعل بها ماذا؟ سيغسل بها، سيمسح بها وجهه، ومسح الوجه واليدين للكوعين، يعني اليدان، مسح اليدين للكوعين، هذا ايه؟ من فرائض التيمم. نعم، واليدين للكوعين، والموالاة بين أجزائه، بين أجزاء إيه؟ التيمم، وما فعل له. يعني بقى هنا في إيه؟ في موالاة بين شيئين، اللي هو بين أعضاء التيمم اللي هو الوجه وإيه؟ واليدين، وبين التيمم وما فعل له، يعني لأجله اللي هتصلي به أنت. طيب خلاص، إذن تفعل أن يكون هناك موالاة مباشرة، تتيمم وتدخل في الصلاة مباشرة من غير تأخير، وليس ولا تتيمم ثم يعني بعد وقت تصلي به، لا. ليه؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة، ولأنه أيضا مبيح وليس رافعا. التيمم مبيح على المشهور المذهب أنه يبيح الصلاة مثلا ولا يرفع الحدث. أيوة. طيب، وتخليل الأصابع ونزع الخاتم ولو واسعا مأذونا فيه وسوار امرأة. يبقى الخاتم غير ما كنا نتكلم في الوضوء وفي الغسل، قلنا إذا كان ضيق لا يحركه يعني ولا يأتي ناحيته، أما إذا كان يعني غير ضيق فهنا يحركه ويعني يوصل الماء تحته. يجب لا ضابطها اللي هو جفاف الأعضاء، احنا قلنا هذا فيما سبق بأن لا تجف الأعضاء في المكان المعتد. طيب ماشي، يعني الفورية مباشرة، يعني الموالاة المتابعة من غير تأخير، من غير تأخير، يعني كأنه إذا توضأ يحمله على أعضاء كأنه توضأ، يعني يقدر يعني هذه الموالاة كأنه قد غسل تلك الأعضاء بالماء. فالتقدير يكون يعني كل إنسان يدرك من نفسه يعني هل هناك في تأخير أو لا، بتقدير جفاف الأعضاء، يعني هل لو كان ماء لا جف؟ نعم. وقلنا هذا احنا في المعتدل، بالنسبة للشخص المعتدل، لا شخص معتدل ما يكونش جسمه لا بارد ولا ايه ولا حار، وكذلك لا يكون في مكان ايه اي لما كان زمان ومكان اعتدل. نعم، هو الشخص كذلك. نعم، هو الشارع لم يأتي بتحديد قطعي، فلذلك تركوا الأمر هذا من غير تحديد، يعني بالثواني أو بالدقائق، يعني على جهة التحديد هكذا تركوه، يعني تيسير على الناس، تيسير على الناس. نعم، لا خلاص والله، يعني هو النفس هذا يعني سيصلي به، هو يعني هو الذي سيصلي بذلك، فهو يعني يقع على عاتقه يعني تطهره من عدم تطهره. أيوة، والله أعلم، لكن لماذا لم يحددوا؟ يعني هذه الأمور الأصبع اليوم لم يكن هناك لا دقائق ولا ثواني، لكن هو الأصل، هو نعم
هو يعني التحديد هو حد واحد عند الجميع الموالاة. اي نعم هذا في التقدير هكذا. لا احنا ما احنا لا احنا نتكلم على ما احنا ليه بنقول زمان ومكان اعتدله، احنا النظر هنا للمعتدل لا نظر لاختلاف. نعم هل انت شخص معتدل في جفاف يعني في 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 برودة جسمك وسخونتها؟ اذا كان معتدل خلاص والجو يكون معتدل ولا يكون في مكان فيه هواء او كذا بحيث تجف الاعضاء. نعم لا احنا النظر الى شخص واحد زي ما ذكر اخونا يعني ممكن ان يحدد يمكن. ولذلك انا قلت له يعني أنا لا اعرف ان احد حدد فيه، لكن هي هذه مده بتكون قصيره دقيقه دقيقتين في لا يتجاوز ذلك. طيب ثم قال وسننه اربع، سنن التيمم اربع: الترتيب بين اعضاء التيمم، والضربة الثانية، يبقى أنا عندي الضربة الأولى بيمسح بها إيه؟ الوجه، وقلنا الضربة الأولى يعني مش ضرب ضرب، يعني وضع اليدين على هكذا هكذا بيبي إيه على التراب نعم الطاهر، ثم يمسح بهما إيه؟ وجه. فالضربة الأولى واجبة ومسح الوجه واجب، واضح؟ طيب الضربة الثانية، طيب الضربة الأولى يعني مسح بها وجهه ومسح بها يديه الى الكوعين، نعم. طيب هذه ايه ضربه الفريضه، الضربه الاولى. اما بيقول الشيخ والضربه الثانيه اللي بيمسح بها الى المرفقين، فهذه سنه، هذه سنه، لأن الفريضة عندنا في المذهب هو مسح اليدين إلى الكوعين. طيب ثم قال إذن الترتيب يعني أن يمسح وجهه أولا، ثم يمسح إيه وجهه ويديه ثم إلى الكوعين. طيب والضربة الثانية ومسح اليدين للمرفقين، ونقل ما يتعلق باليدين من الغبار إلى الوجه واليدين، والمراد عدم مسحهما، فلو مسحهما ولو قويا ولو إيه نعم ولو مسحا قويا وتيمم صح تيممه مع فوات السنة، اللي هي إيه نقل الغبار ما تعلق باليدين من الغبار. إذا مسحهما مسح قوي ثم مسح بهما وجهه مثلا هذا إيه يجزي، لكن ترك إيه السنة، السنة عدم المسح اليدين عند مسح الوجه أو اليدين. طيب ثم قال وفضائله: التسمية يعني في أوله، والسواك كيف بسم الله بسم الله هو هذا، وفضائله: التسمية والسواك والصمت إلا عن ذكر الله، والتيمم على تراب غير منقول، يعني يكون أنت اللي رايح للتراب تأخذه من مكانه كذا، لا تنقله إلى البيت ويعني إيه كيف لا خلاص. هذا احنا بنقول في فضائل، نتكلم في فضائل فضيلة يعني لا يعني لا بأس بذلك. إذا كان مريض خلاص هذا عنده عذر، يعني حتى كراهة لا تكون في حقه، لا يكون في حقه كراهة. إلا عن ذكر الله، والتيمم على تراب غير منقول، والبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى آخر ما يأتي. يبقى هذا ظاهر يمناه، يعني هكذا يفعل، يضع يده اليمنى ظاهرها على باطن كفه اليسرى. والمصنف اعتنى ببيان سببه، سبب الوضوء، سبب التيمم، وهو فقد الماء حقيقة أو حكما، وبيان صفته وبيان حكمه
وابتدأ ببيان حكمه بقوله: التيمم يجب لعدم الماء. إذن التيمم يجب وجوب الفرائض لعدم الماء. الشيخ بدأ بالحكم هو قبل أن يبين حقيقة التيمم، ما هو التيمم، لكن لما كان معلوم يعني تساهلوا في هذا، يعني قبل تصور حقيقة الشيء يعني ذكروا حكمه. نعم، لاشتهار أمره، يعني لاشتهار صفته. التيمم يجب وجوب الفرائض لعدم الماء الكافي لما يجب تطهيره، وهو جميع الجسد بالنسبة للطهارة الكبرى، والأعضاء الأربعة بالنسبة للصغرى، لأن هي الواجبة فقط، ولا يلتفت إلى غسل ما لا يجب غسله، ولا يلتفت إلى غسل ما لا يجب غسله في حال السفر ولو غير مباح، أو أقل من أربعة برد، على ما رجحه سند والقرطبي وابن مرزوق. طيب، يعني أن التيمم بالنسبة لعادم الماء ولو كان في حال السفر، يعني سواء كان في الحضر أو في السفر، يعني نعم نعم. فقال الشيخ السفر، احنا قلنا دائما بنذكر هذه الكلام، إذا كان هذا السفر غير مباح، سفر إيه معصية بنسميه، هل يجوز له أن يتيمم في سفره؟ نعم، يجوز له أن يتيمم في سفره ولو غير مباح. الشيخ بيقول أو أقل من أربعة برد، احنا قلنا مسافة القصر هي أربعة برد، والبريد ما يعادل يعني 21 كيلو من بالمقاييس المعروفة اليوم، يبقى في حدود 84 كيلو متر، 84 كيلو، لابد لا يجوز قصر الصلاة دونها، أو يعني الفطر دون هذه المسافة. لكن هنا لم يشترط الشيخ المسافة أربعة برد، لماذا؟ لأن التيمم نعم يفعل في الحضر وفي السفر، فإذا كان أقل من أربعة برد يكون قد فعله في الحضر. نعم، ولأنه التيمم ليس رخصة للسفر، يعني ليس من أسباب التيمم السفر، لا لا. نعم، المسافر أيضا يجب عليه الوضوء إلا إذا وجد أحد أسباب التيمم، فقد الماء وعدم القدرة على استعماله إلى غير ذلك. طيب، بيقول الشيخ على ما رجحه سند. طيب، ماذا رجح سند؟ اللي هو ولو غير مباح، ولو كان السفر سفر معصية يجوز له أن يتيمم، وليس في ذلك إعانة على المعصية. ليه؟ ما زي ما قال الشيخ أهو، لأن الرخصة إذا كانت تفعل في السفر والحضر لا يشترط فيها إباحة السفر، إذا كانت تفعل في الاثنين. طب أنا ما عنتوش، يعني لم أعنه سواء كان مسافر سواء يعني حتى ولو كان حاضرا، يعني سيتيمم. نعم، إيه طبعا قد يكون عائق عن الصلاة وعن الامتثال، يعني فنطالبه بالصلاة، قد تنهاه صلاته عن هذا السفر ويرجع عن سفره، يقول يلا بلاش نسافر هذا السفر المعصية. نعم نعم، وهذا قالوا يعني السفر، احنا عندنا فرق بين السفر سافر يعني سافر معصية، السفر نفسه معصية، وفي المسافر في معصية، يعني المعصية في السفر. أيوة، قد يتلبس، لكن ليس سفره قصد المعصية، ففرقوا بين هذين الأمرين كذلك. طيب، احنا قلنا سند، هذا سند ابن عنان المصري وصاحب طراز المجالس في شرح الموطأ شرح المدونة، والقرطبي هذا هو المفسر، صاحب ايه ابو عبد الله صاحب الجامع لاحكام القرآن، وهو غير القرطبي ابو العباس صاحب المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم، وابن مرزوق صاحب المفهم يعني متقدم على القرطبي المفسر، وابن مرزوق مراد به الحفيد
يعني إذا أطلق ليس المراد لا الأب ولا الجد، المراد به الحفيظ هذا الإمام العظيم، ترجم له الإمام أحمد بابة التنبكتي رحمه الله في نيل الابتهاج ترجمة موسعة ودلت على إمامته وعظيم شأن هذا الإمام بن مرزوق، وله شرح على مختصر خليل في غاية النفاسة، يعني لم يوجد منه إلا قطعة اليوم يعني من هذا الشرح، وهو يعني مهم جدا حقيقة. وله شرح أيضا على عمدة الأحكام أيضا لابن قدامة. طيب الشيخ يقول إذن لأن الرخصة إذا كانت تفعل في السفر أو الحضر لا يشترط فيها إباحة السفر، وهذه قاعدة يعني احفظوها، يعني إنما الذي يمنع الترخص يعني في السفر ما كان خاصا بالسفر، يعني ما كان لا يشرع إلا إذا كان الشخص مسافرا يترخص، مثل إيه؟ قصر الصلاة. فالمسافر سفر معصية اتفقوا على أنه إيه؟ لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة حتى لا يكون في ذلك إعانة على إيه؟ على تلك المعصية. قال بخلاف فطر الصائم في رمضان الحاضر، بخلاف فطر الصائم في رمضان الحاضر، يعني إيه رمضان الحاضر؟ يعني الآن هو في رمضان، فهو يقضي بخلاف فطر الصائم في رمضان الحاضر، فسافر في رمضان. قال الشيخ فلا يباح له في السفر إلا إذا كان، لا يباح له ماذا؟ الفطر في السفر إلا إذا كان مباحا. نعم، يعني إذا كان السفر مباحا، وأربعة برد وإلا إذا كان السفر أربعة برد يعني فأكثر، كقصر الرباعية. هذه خاصة بالمسافر، فهنا لا يجوز إيه؟ أن يترخص إذا كان مسافر سفر إيه؟ معصية، لا يجوز له ذلك، لأن هذه يعني خاصة بالسفر. قال ولعل إطلاق المصنف يوافق كلام هؤلاء الأشياخ، وهو خلاف كلام خليل، فإنه شرط في جواز تيممه إباحة السفر، حيث قال تيمم ذو مرض، يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، وشرط أبيح، نعم كلام الشيخ خليل انتهى هنا، وشرط تيممه كلام الشيخ نفراوي في السفر إما مطلقا أو بقيد الإباحة، يبقى شرط تيممه إيش في السفر إما مطلقا سواء كان المسافر سفر إيه أيوة كان معصية أو غير معصية أو عادي أو بقيد الإباحة، أي نعم على قول خليل، نعم هذا خلاف قول خليل. والمذهب يعني ماذا ذكروا في المذهب الأول من الأول يعني اللي هو موافق لكلام الشيخ خليل، خلاف قول الشيخ خليل، يعني لا بد أن يكون مسافر إيه سفر إباحة حتى يترخص، هذا في الأمور التي يعني تكون رخصة في السفر فقط، فلا يباح له الفطر إلا إذا كان السفر سفرا إيه مباحا. نعم إذا يأس من أن يجده، نعم على قول الخليل الذي يسافر في سفر معصية الصلاة واجبة عليه يعني وفقد الماء حين يعني سيصلي وجب طهارة، يعني الصلاة واجبة عليه، المعصية يعني عرضت له ولكن الصلاة تبقى دائما واجبة. لا 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 يتوضأ هنا، يتوضأ، لكن هو الشيخ يتكلم هنا يعني يتيمم أبيح ذو مرض وسفر أبيح، يعني بحيث أنه يعني أي نعم خلاص هنا أصبح عزيمة على قول الجماعة زي ما ذكرنا من سبق، أصبح صار عزيمة ليس رخصة خلاص. نعم يعني وهذا أليق، يعني هنا لا يقال أنه أعين على ترك الصلاة أو على المعصية، يعني لم نقل إنه أعين على
طبعا لا لا مشكلة، معصية أكبر، يعني أنه لو ترك الصلاة تكون مشكلة أكبر. لا هو يتيمم نعم، لكن يعني زي ما قال ابن جماعة هذه لا تسمى رخصة، تسمى عزيمة لأنها واجبة في حقي، التيمم هنا واجب في حقي. كيف؟ إيه نعم، إثم المعصية هذا على كل حال موجود، إثم المعصية سواء كان ترخص أو لم يترخص له إثم المعصية، فإن ترخص مع معصيته يعني إثم آخر هذا، لأنه خالف الشرع. نحن نقول له لا يجوز في حقك الفطر إذا كنت مسافرا سفر معصية ومع ذلك يعني ترخص وأفطر وقصر الصلاة، نقول له يأثم بذلك. وكأنه اتخذ كذا مراد الشرع في معصيته ولا مراد الشرع في معصيته؟ نعم طبعا، إيه لابد هنا من إيه الامتثال أمر الشرع حتى يترك المعصية، فإحنا بنحمله على ترك المعصية. نعم، ولا نعينه عليها على فعلها. قال إذا يأس من أن يجده أي الماء أو غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا، ومفهوم السفر معطل. فين ذكر شيخ في كلام يجب التيمم يجب لعدم الماء في السفر؟ لا، ده في السفر وفي الحضر إذا لم يجد الماء سواء كان مسافر أو حاضرا. نعم، إذن لا مفهوم للسفر، هذه اللي بيقول عليها المشايخ لا مفهوم للسفر، يعني ليس قيدا في الكلام، السفر ليس قيدا في كلام، يعني سواء كان مسافر أو غير مسافر. إذ الحاضر كذلك إذا عدم الماء تحقيقا أو طلبه بنفسه أو بمن يثق به ممن يجهل بخلهم به فلم يجده، أو بمن يثق به ممن يجهل بخلهم به فلم يجده، يعني إذا وجد الماء يقول مش لا يعطيه له أو لا يدله عليه، لا هذا لا يثق به، لا هو شخص هذا الذي أرسله لتفقد مثلا الماء لا هو ممن يثق فيه ولا يبخل بوجود بدلالته على الماء أو بإحضاره للماء إذا وجده فلم يجده، فيعتبر كأنه يعني لم يجده هو بنفسه، يعني هذا العادم للماء إما أن يعدم الماء تحقيقا أو يعدمه عن طريق أحد ثقة، شخص ثقة فلم يجده. تنبيهان: الأول علم مما قررنا به كلامه أنه ليس المراد باليأس تحقق عدم الماء بلا خوف خروج الوقت قبل وجود الماء، فيصدق بالآيس والراجي والمتردد في اللحوق أو الوجود، فإن هؤلاء يجوز لهم التيمم، ولكن سيأتي أن وقت تيممهم مختلف. يعني الشيخ هنا يقول كلمة ابن أبي زيد لما قال إذا يأس أن يجده في الوقت، ليس المراد باليأس هنا أو الآيس عدم التيقن وجود الماء، لا يدخل، بل حتى الراجي يعني أيضا يعني يتيمم، لكن متى يتيمم؟ في أول الوقت، في آخره، في وسطه، كذلك بالنسبة للمتردد سيأتي بيان أحكامهم في الأوقات، يعني متى يتيممون هؤلاء. فإذا ليس المراد بالآيس المتحقق من إيه من عدم وجود الماء. فقال: فالآيس أو المختار والمتردد وسطه، يعني إيه وسطه؟ تمام، إيه أول مختار، نعم. فالآيس أول الوقت المختار، إيه هكذا جيد، طيب حسنت. فالآيس أول المختار، يعني يتيمم متى الآيس؟ يعني الآيس ما معنى آيس؟ يعني بالمعنى يعني أيوة، يعني يائس من وجود
الماء، فهذا يتيمم متى؟ في أول وقت المختار، أول ما يدخل لا ينتظر. والمتردد يعني تردد، هل سيأتي الماء يعني في وقت الصلاة أو لا، أو لا يحصل على الماء في وقت الصلاة، فهذا يتيمم وسط الوقت. والراجي آخره، يرجو، ويعني يعني في رجاء، في تغليب ظن، في يعني يترجع عنده إيه أنه سيحصل على الماء، فهذا يؤخر إلى آخر الوقت حتى يأتي بالصلاة بالوضوء. فإذا هو يعني الإتيان بالصلاة بالوضوء يعني يعني فضلوها على الصلاة على وقت أول وقت الصلاة، على أول الوقت، لأن أنا عندي هنا فضيلتين، عندي بالنسبة للراجي إما يتوضأ ويصلي، لا يتيمم في أول وقت، لا يتوضأ في آخر وقت، أو يأتي بالتيمم ويصلي في أول وقت. فهذا يا مقتضى نظر المالكية قالوا لا ينتظر إلى آخر وقت إذا كان يرجو الحصول على الماء، ولا إيه ولا يتيمم في أوله. نعم. الثاني، التنبيه الثاني، تعبيره بالوقت يقتضي أن التيمم لعدم الماء مختص بصلاة الفرض ونحوه مما له وقت، كالفجر اللي هي إيه أن التيمم ونحوه مما له وقت كالفجر، بصلاة الفرض ونحوه مما له وقت كالفجر. وأما ما له وقت، طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.